إسماعيل أحمد. الكرة الثالثة العين كان قويا الموسم الماضي في دوري الخليج العربي. عمر عبد الرحمن والهدف هدف راقي، هدف جميل جدا من بدل المرة 3 و4 عن الإعادة. رفع الكرة بذكاء كبير وسجل هدفا جميلا في مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. هي مسؤولية مشتركة بين الجدار الدفاعي وبدر الدين بن عاشور، مرتقاش دفاع نادي الوداد البيضاوي.